عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم احنا في مدينة الاعظمية ويوم قبر ابي حنيفة النعمان رضي الله عنه، بضيافة الاستاذ الموسوعة الكبير استاذ ياسر العبيدي وياي استاذ علي الغبان واستاذ حمزة البغدادي، وخلف الكاميرا مصورنا المبدع الاستاذ علي عياد. راح نشوف اهم الاماكن المهمة بالمنطقة الاعظمية، تراثية تاريخية شعبية. الاعظمية تمتاز مطاعم، يعني خلينا نقول مثلا كل الناس يعني باللي تجي هنا اللي يتعشى مثلا يجيب عائلته، يريد يتعشى يتعشى، يريد يزور يزور، يريد يعبر للكاظمية جسر الأئمة بيناتهم، يعني رابط بين الأعظمية والكاظمية. فراح نشوف احنا استاذ ياسر اليوم شرفونا الاخوه، جونا هسه موجودين اعزاء علينا، واني هذا جاي عزيز علي، واعتبر هاي هديه، والله هديه. ناس تراثيين من كل قلبهم جايين حتى يخدمون التراث والآثار والشغلات الحلوة، بعيداً عن المال وبعيداً عن الشغلات المادية، وأنا أشكرهم. وهسه حنبدأ ندي جولة، تفضلوا ويانا. ما لكم شغلة اليوم، العشاء برقبته أكل بالله. أستاذ حمزة، هاي الباشا استاذ ياسر، هاي الباشا مشهوره هنا، هذا شكله ابو الباشا مشهور، باشا السيد الشهيره هنا، المشويات هنا، الشغلات الحلوه هنا، عجبك مخلمه، عجبك كبه، مشهورين. السلام عليكم. السلام عليكم. هنا الاكلات الطيبه الزينه. السلام عليكم. هاي القهاوي هناك، محلات شعبيه حلوه، ناس كلها قاعده. هاي محلات الجري هناك، يقولون جري هناك، يقولون جري هنا. حنطب هسه بدايه السوق الاعظميه، حنطب هنا اكلات شعبيه، فلافل عنبه هنا طيبه. هاي يسموها محله النصه، اي شيوخ صارت منا على اليسار، السفينه صارت ورانا ورا الجامع، الحاره ايضا ورا الجامع صارت ظهر الجامع من يمشى. ليش حاره؟ شنو حاره؟ هي كلمه حاره مصدر حار. السلام عليكم. هي حاره يعني شنو؟ يعني دربونه. هي بالاصل يقول الحاج وليد العظمي صاحب كتاب تاريخ العظميه، يقول هي اصل محله الامام ابو حنيفه بالاصل. تمام. هي تمام يعني، فالعالم مرور الزمن صارت حاره سفينه. حارة. شنو سفينه؟ كانت ترسم فيها سفينه ايام. السلام عليكم. السلام عليكم. ايام يحيى البرمكي ترسم سفينه على الشط، نزلوا منها البضائع، فالناس وين رايحين؟ للسفينه صارت محله السفينه. هاي اللي سموه النصه. الجامع ابو حنيفه من بنوه؟ بنوه الجامع، اخذوا من التراب مالته بيسووا الطابوق مال الجامع، نزلت قام يصير لزيزه. يعني هسه هذه انصى من انصى بالضبط من الجامع مال ابو حنيفه. برحال 2 كيلو. لا شو اثنين حوالي 4 امتار فرق الارتفاع. الارتفاع اي جامع ابو حنيفه اعلى، يعني اخذوا منها تراب ودوه هناك لهناك. هذا بزمن العثمانيين، بزمن سليمان القانوني. بالضبط. انت من الطب هسه الامام الكاظم تنزل بايات، طب للشيخ عبد القادر تنزل بايات هنا، ابو حنيفه تصعد لان مقبره. انت احنا عايشين قبل انا وياك، كان يسمون المقبره الحضاريه. بالضبط، مال بهالفورس كانت. بعدين مقبره الخيزران. الخيزران طبعا ابو حنيفه اندفن قبل الخيزران. تمام. ابو حنيفه توفى 150 هجري، الخيزران ام الهارون الرشيد زوجة الخليفه المهدي. تمام. توفت حوالي بال 180 هلقد هجري. طبعا. فهذا الفرق. تمام. بس هي تعرف مقبره الخيزران. ما شاء الله استاذ ياسر، شوف اسواقنا عامره ان شاء الله، وهاي الشغلات يعني حلو ان شاء الله، وحتى الاسعار يعني زينه يعني فتشي متهادنه. متهادنه ضمن الطبيعي. هنا عندنا محلات مال حلويات اثنين مشهورين، هذا بقلاوشي، عندنا اللي قدام علي الدباغ. هنا عندك المصطفى، ما شاء الله كثره. وهسه نشوف صور الحلويات، تفضلوا ويانا. تفضلوا. تعال حمزه، انت وين؟ تعال استاذ حمزه، تعال استاذ حمزه. يقول احنا هم عندنا هناك سوق عريبه وسوق مريدي. الله يعمر العراق. صور عفد يوم نروح نصور ان شاء الله. شوفوا هاي الحلويات عندكم هنا، هاي الحلويات، هاي الحلويات العظميه. هلا وشوف هاي البقلاوتشي، هاي جديد فتح صار له 4-5 سنين، بس حلويات متميزه. هسه نطلع منا على الجهه، نطلع لنهايه السوق. يلا شوفكم حتى نطلع الى مكان اخر. السوق يسموها العلاوي الاسواق، مو استاذ ياسر؟ اي استاذ، طبعا هي اصلا كانت بيوت. هاي المنطقه العلاوي. هاي المنطقه كانت بستان. هاي يسموها ابويا لحق عليها، يسموها بستان الدرعيه. الدرعيه هاي شنو؟ جو جماعه من الحجاز، نجد والحجاز. من منطقه الدرعيه سكنوا هنا. تمام. فجدي كان قريب من الجامع. تقصد الدرعيه من السعوديه؟ يعني. السعوديه بالضبط. السعوديه اي. فساكنين بهاي المنطقه. فيقول كنا نجي بالليل. السلام عليكم. يقول نجي نخاف نوصل لهنا بستان. بعدين صار بيها دبخانه.
دباغه مال الجلود. دباغه مال الجلود بالضبط. شوف اكو مناطق بها يعني السلام عليكم. السلام عليكم. اكو بها مشتركات مثلا دبه خانه بالكاظميه. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون صح؟ هي صيغ غريبه على سلام عليكم. شلونك عيني؟ على مود ياخذون مي. ياخذ الله يحفظك. شلونك؟ المي ان شاء الله. ورده الله يوردك سلام بالله. الله يحفظك. طبعا طبعا. بالتوفيق. شنو تبيعون؟ اللي يشتغلون بالدبه خانه اكثرهم. يلا بالخير. بالخير. وشغلات. سلام عليك والله. امراض جلديه لان المواد اللي يستعملوها بغداد. حبه بغداد مشهوره بها الصيغه هاي طبعا علامه بغداديه فارقه. علامه بغداديه. السلام عليكم. بالحبايه من تقرصك تترك اثر لحم ينشال. والدي والدتي كلهم بهم حبه اخوت بغداد لين كانت الدبخانه هنا. تمام. بعدين انتقلت الدبخانه راحت وين؟ الدرب السلطان شارع عمر بن عبد العزيز. بعدين انتقلت راحت بالشعب يم ابو بشام. طبعا قناه البغداديون هدفها المحبه جمع الألفة يعني لله. كل مناطقنا احنا كلها هنا صورنا بالكاظمية سوق السرابادي اليوم جينا الى عظمية ان شاء الله بعد راح اروح ويا استاذ حمزة السوق مريدي كل العراق والعلاوي يعني في كل العراق سوق قريبة وسوق يعني نحاول في كل المكانات ان شاء الله نصور قناة البغداديون هدفها يعني نقل التراث العراقي نقل النسيج الاجتماعي داخل البلد احنا كنا اخوه كنا واحد نحب الله ماكو فارق ان شاء الله الحمد لله الحمد لله العراق فسيفساء جميل اي والله كل الوان جميله لا الاخ علي الدباغ الدباغ اخذه شوف المحل هذا مال حلويات المشهور ايه. هذا بالعظميه عنده فروع ما شاء الله هذا فرع ثاني مالته الرئيس المعمل كله هنايا ان شاء الله شوف حلويات مالته ان شاء الله تستمر هذه ان شاء الله يعني الله يديم الامان على العراق الامان على العراق اي والله امين ايه. للجميع ان شاء الله ان شاء الله ها عيني اربع محلات الرئيسيه دقيقة هلا السلام عليكم السلام عليكم هلا احمد شلونك هلا دقيقة السلام عليكم حجي السلام عليكم هلا هذا شنو السمك هذا جري الحين انا اتحارش هي قوه يا قوه هذا جري ها ليش الكيلو هذا 2 كيلو هذا اشوف حد يرحم ذاك الاب السمك صار كيلو و 8000 وهذا ب 2000 رخيص رخيص اي ليش؟ هو رخيص هذا هو لو البني هذا تم البني هذا ما بيسلي اي ما بيسلي الله يحفظكم ان شاء الله اشكرك الله يعطيك الصحه والعافيه الله يخليكم هلا هسه وصلنا احنا الى بدايه سوق العظميه اللي حجيت طبنا بالعكس جينا من الجهه الثانيه ناكل وقفه مال الطليان نانا شوف يقولون مي ماكو استاذ ياسر اي لا هذا الجري من ده يجيبوا ذا مي ماكو بالنار موجود موجود لا والله السلام عليكم ايه السلام عليكم السلام عليكم شلونك ليش كيلو؟ الله يسلمك الله يخليك الله يسلمك الله يسلمك ان شاء الله دوم الرزق خلينا نسوي اللي سنة. سنة. وصلنا لنهاية السوق العظمية هاي تقريبا نهاية السوق من الجهة الثانية هو منك مدخل ومنها مدخل هسه راح نروح إلى قبر الخليفة العباسي آخر قبر بني العباس المستعصم العباسي تابعونا ويانا من هناك إن شاء الله في تقرير ثاني إن شاء الله يلا شكرا جزيلا أستاذ ياسر شكرا شكرا أستاذ حمزة متواصلين وياكم يلا